الساخر الإعلامي فكري قاسم حمل عنوان سلام يا بلادي الوجيعة من موقع نيوز يمن، وفيه سلام يا بلادي الوجيعة. فكري قاسم: السلام عليك يا صنعاء، أنا المواطن فكري قاسم. اشتي أقول لك إنك مدينة فاتنة، واللي يكرهك عمره ما عرف شي عن الجمال، وعمره ما عرف ايش معنى حضارة. واللي يزعلك مالك من أبوه يا قلبي، طنشيه ردي لها الأذن الصنقة، هذا قدرك كحضن أم يا ست الكل. السلام عليك يا عدن التي يقع الإنسان في حبها من أول نظرة، مش الكابتن هنس لوحده بس هو اللي وقع في غرامك من أول نظرة ألقاها على بحورك وخلجانك الأنيقة. ناس كثر وقعوا في محبتك بسرعة، بينهم أنا من يوم كان عمري 6 سنوات، أيام كان بحرك يقول لي تعال للحياة. أعرف الآن إنك مجروحة، وإن قلبك الحلو متعب وينزف من الكل. تصفي أبتهم كلهم يا روحي، طنشيهم وارجمي تفاهاتهم كلها في بحورك، وادفني خساساتهم في رمالك، وتحومري وتبخري للحياة لأنك مدينة لا تموت ولا تهزمها جائحة الزمن والوقت الرتيب. السلام عليك يا تعز، يا دلوعة المدائن وابنة الأكابر اللي يخطب الكل ودها، وعند المحن كلهم يبيعوها بيعة سارق. أنا ابنك فكري، تعرفيني وعارفك أكثر من أمي وأبي، وما فيش بيني وبينك أسرار، حتى وإن وضعنا الحواجز بينك وبين أبنائك اللي يحبوك، تبقي دائما تعز الجميلة واللي عمرها ما تشعر أحد بالغربة. أعرف إنك الآن تعيشي أسوأ أيامك ويتخاطفك الجن من كل شق، لكن ما عليش، الصبر حلو يا قلبي، هذا قدرك وانت في كل أحوالك مدينة عظيمة. ما يعرف بقدرك ومكنونك إلا نبي أو بسيط وجد في شوارعك الحياة والأمان. السلام عليك يا عروس البحر الأحمر، يا سلة البلد وطينة الطيبين ومعراج السواعد السمر إلى السماء. صمتك عظيم يا حبيبي، وصبرك أقوى من كل سلاح غبي يعتقد إن التهائم أرض يسهل نهبها دائما تحت مسميات مختلفة. بكرة بيصلح الحال ونشوف عروس البحر ترقص على الساحل الغربي من جديد. السلام عليك يا يمن، يا مهبط التاريخ ونطفة الإنسان الأول الذي لا يموت. السلام عليك يا حضر موت الخير، السلام يا حضر موت الداخل وحضر موت الساحل. ناسك وترابك وشطآنك وموروثك وكل شيء فيك يا حبيبتي قدر عسل وفير. أعرف تماما أن حالك مجعوث، وإن الأذية تسير في شوارعك بلا رادع، لكن هذا قدرك يا مدينة السلام. بكرة يصلح الحال ونرقص على نغمة الدان. السلام عليك يا إب، يا بساط ربي الأخضر. السلام عليك يا دلتا أبيان الخضير. السلام عليك يا لحج القمندان وبساتين الحسيني ومخادر الفرح. السلام عليك يا مأرب، يا معبد الشمس ومخزن التاريخ وذخيرة أنساب العرب. السلام عليك يا شبوة، السلام على الجوف والمهرة وسقطرة. السلام الكثير عليك يا مربع الخير الوفير في أرض لم تزل بكرى. أعرف إن الحال عندكن سيء يا معشوقات الأربع، لكن ما عليش، يا مربع الخير الوفير. بكرة بيصلح الحال وربنا بيرزقنا بسلطات تعرف تماما أيش معنى مربع الذهب. ما اليوم كل السلطات من نحاس وفالصو، والبخت أعوج وأعمى. السلام عليك يا ذمار علي، أعرف إن حالك مجعوث تماما زي ما هو حال بقية أخواتك، لكنك صاحبة نكتة وظلك خفيف، وعمر السلاح ما يهزم صاحب النكتة كان فيش. السلام عليك يا عمران، يا أرض الآثار الدفينة ومولد أسعد الكامل وإكليل الهمداني وشمس علوم نشوان الحميري. أعرف يا حبيبتي يستخدمون أبنائك دائما ذخيرة للحروب، ولم يفكروا أبدا باليوم الذي ستتحول فيه عمران إلى سلاح موجه ضدهم
وهو يوم قريب وله آذان وعيون. السلام عليك يا صعدة، يا جرح اليمن الكبير، يا طيبة الإنسان وطيبة الأرض. السلام على حجة المعلقة بيوتها فوق الجبال والسهل والوادي. السلام على المحويت شقيقة القمر وجارة السحب والغمام. السلام على الضالع التي لم أكتشفها بعد. السلام على البيضاء اللي لم أزرها من قبل ومش عارف أيش أقول عنها غير أنها قطعة حميمة من بلاد الكبيرة اللي يتخاطفوها الجن والعفاريت. السلام عليك يا يمن، يا مهبط التاريخ ونطفة الإنسان الأول الذي لا يموت. أعرف يا بلادي إنك وجيعة من الكل، معليش يا درة الدنيا، بكرة يصلح الحال ورايتك تحلق في السماء من جديد. من الصحافة المحلية انتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية، أبدأها كالعادة من وكالة سبوتنيك الروسية عن الشأن اليمني، وفيها وكالة تكشف عن اتفاقيات سرية بين التحالف العربي وتنظيمات إرهابية في اليمن. بعد الكشف عن سبب الانسحاب من تحالف اليمن، قطر توجه تحذيرا جديدا. صحيفة مصراوي، مسؤولة أممية بارزة، الأزمة الإنسانية في اليمن الأسوأ في العالم. وكالة البوابة الأخبارية، مسؤولة أممية، الأزمة الإنسانية في اليمن الأسوأ في العالم. روسيا اليوم الفضائية، الإمارات تدعم مقترح الأمم المتحدة في اليمن. وكالة العين الأخبارية، الإرهاب الحوثي يغتال أطفال اليمن، تجنيد إجباري وأفكار طائفية. هادي وعين قائدا للمنطقة السابعة ونائبا للعمليات الحربية في اليمن. صحيفة صوت الأمة المصرية، ازدواجية المجتمع الدولي في اليمن، هل يسعى الاتحاد الأوروبي لشرعنة انتهاكات الحوثيين؟ صحيفة المواطن، شدد على ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول الأزمة اليمنية. اليمن يرد على دول تمالئ الحوثيين وتتجاهل قتلهم المدنيين. صحيفة البيان الإماراتية، حقوقيون يمنيون، مزاعم السجون السرية في اليمن ابتزاز سياسي. صحيفة الشروق، المعتقلون في اليمن المأساة المنسية. الاتحاد الأوروبي، اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية بالعالم. إذن أحييكم من جديد لأبرز ما تناولته الصحافة، ورحب أولا بضيفي النشط الإعلامي الأستاذ أنور العمري. مرحبا بك يا أستاذ أنور. أبدأ معك من حيث المآسي والوجع والألم والقهر التي ربما يشيب الطفل منها ويعجز اللسان أن يصفها، والتي ربما ذكرها الرفيق فكري قاسم في مقالة له. إلى أين يتجه البلد برأيك أمام كل هذه التحديات التي والمعمارات التي تحدق به؟ للأسف أخي الحبيب، الوضع مأساوي، لا ليس ضبابي، ليس واضح، لا تتضح الصورة أبدا للجميع. لا يعلم أحد إلى أن يصير اليمن في هذه الخطوات في هذه الفترة بالذات. الجميع يتصارع على اليمن، أو والمجتمع الدولي أيضا تارك اليمن لصراع كما ذكرت في أحد الأخبار. هناك تهميش كبير جدا للمأساة التي يعيشها اليمن، مصير اليمن مجهول حتى الآن. طيب برأيك كمان من المستفيد من هذا التهميش ومن يعني ضياع الملف اليمني وانهيار كل مؤسساته بما فيهم الريال اليمني الذي وصل إلى حد لم يسبق له مثيل؟ طبعا كما تعلم الآن، بالنسبة للميليشيات الحوثية وعصابة الحوثية، هي قامت بتدبير ممنهج لمؤسسات الدولة عن قصد، لم يكن يعني بسبب أو الآخر، عن قصد قامت بهذا، عن قصد من أجل أن تتولى أو تحول الملف الاقتصادي الرسمي إلى ملف سوق سوداء. بهذا ما قامت به هذه العصابة، هي كلها من أجل أن تصب كل هذه الأموال في صالحها. لذلك الآن أعتقد بأنها أكبر المستفيدين من استمرار الحرب. أيضا هناك بعض التجار أو بعض القوى أيضا التي تتصارع في بشكل أو في آخر في بعض المدن الأخرى، ولكن المستفيد الأول من كل هذه الحرب ومن بقائها واستمرارها هو جماعة الحوثي طبعا. طيب أستاذ أنوار، لأول مرة ربما تدهور العملة المحلية يعني وصلت إلى هذا الحد ولهذا المستوى. الأسباب والتداعيات التي أدت إلى هذا الانهيار؟ طبعا لا يخفى على أحد أخي الحبيب أن النفط أيضا متوقف، بيع أو تصدير النفط متوقف أيضا لليمن. لا توجد هناك، لا يوجد أي تدفق للمخزون النقدي، لا يوجد أي تدفق للعملة النقدية الأجنبية من الخارج. أيضا نفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي تم نفاذه بالكامل. أيضا هناك السبب الآخر، أيضا
الصرف أو طباعة العملة أيضا والصرف النقدة المحلية، هذا يعمل من تضخم للعملة يتسبب في انهيارها بشكل متسارع. نأمل في أن تكون هناك الآن البدء في محاولة أو البدء في بيع المشتق النفط الآن الذي بدأ الآن على قبل أسبوعين، تمت هناك مناقصة من أجل النفط لبيع النفط اليمني. نتمنى أن يكون هناك، هذه بداية لأحد الحلول للتدفق العملة الأجنبية من الخارج. أيضا تلتزم، يجب أن يلتزم الحكومة، تلتزم الحكومة بجملة كبيرة جدا من الاشتراطات ومن المعالجات التي تقوم بها لمحاولة إيقاف الريال، ليس فقط كسر الوديعة السعودية أو ما يقال، هذا ليس لا يصب أيضا في الإصلاحات إذا كانت من جانب واحد. طيب أستاذ أنور، يعني هل من حل الآن عاجل ممكن تلافيه للحد من انهيار الريال بصورة كبرى؟ يعني الآن ربما وصلت إلى 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 مستوى لم نعهده منذ عشرات السنين. نعم، تضاعف بالسعر، كان السعر 215 الآن تضاعف السعر أو أصبح يعني كان 512 والآن وصل إلى 540، وهناك أخبار بأنه اليوم وصل إلى 550 أو 55. نعم. هذا السعر خيالي جدا، لا يتوقع أحد أبدا يعني أن تصل هذه الريال اليمني الانهيار إلى هذا الرقم الكبير جدا. طبعا هناك المعالجات كما ذكرت، بداية أو سرعة البدء في تصدير النفط اليمني. نعم. من أجل تدفق العملات، أيضا محاولة الوصول مع الأشقاء في الخارج لعمل وديعة فعلا كبيرة تستحق فعلا أن تحافظ على الريال اليمني. هناك معالجة، جملة معالجات يستطيع الحكومة أن تلتزم بها اقتصاديا. كما على فكرة أخي العزيز، هناك منشور عجبني لأحد الإخوة يتحدث عن 2 مليار مثلا التي قدمتها مثلا السعودية. السعودية قالت برفع 400 ريال مثلا على كل مواطن يمني في السعودية في شهريا على كل مواطن. جملة عندما تأتي 1,600,000 مغترب موجود في السعودية، عندما تضرب الرقم هذا بالكامل تجد بأنه وصل إلى أكثر من 2 مليار دولار. معناته نقول شكرا للمغتربين اليمنيين. لا. لأنهم هم فعلا أصحاب الوديعة التي موجودة في البنك. نريد وديعة حقيقية، نريد معالجات حقيقية لإيقاف نزيف الريال اليمني وتدهور الريال اليمني لهذا الحد. طيب أرجو أن تبقى معي، سأذهب إلى ضيفة أيضا عبر الهاتف، الناشط السياسي وضاح بن بريك. مرحبا بك أستاذ وضاح. مرحبا، السلام عليكم. أحييك مجددا. نناقش الوضع المأساوي التي آلت إليه البلد، ومنها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي وصلت فيها الريال اليمني إلى ربما رقم لم يسبق لها مثيل. برأيك أين تكمن المشكلة وما هو الحل؟ أولا السلام عليكم عزيزي، أنت وضيفك الكريم. حقيقة في البداية لا يمكن أن نتحدث عن الوضع الاقتصادي إلا وأن نشبهه بأنه هناك حرب أخرى، هي الحرب الاقتصادية التي تعيش فيها بلدنا في الوقت الحالي. نعم. فإلى جانب الحرب التي تعيشها اليمن بكل تفاصيلها وكل حياتها، هناك معركة اقتصادية يعيشه الوطن والخاسر فيه هو المواطن. بالنسبة لما آلت إليه الأمور، أعتقد أنها كانت نتيجة طبيعية لكثير من الأسباب التي أدت إلى وصول انهيار العملة. نعم. إلى هذا الحد. من أهم هذه الأسباب هو توقف مصادر دخل العملة الصعبة للحكومة اليمنية. نعم. وهذا يعود إلى أسباب مختلفة، من أهمها عدم تصدير المشتقات النفطية بالشكل الذي كان تسير عليه. هناك تصدير المشتقات النفطية بشكل بسيط جدا من بعض موانئ التصدير النفطي، ولكن هذا يظل أقل من ما تحتاجه السيولة من العملة الصعبة لبلدنا. يعني هل أساس المشكلة هي مسألة النفط وعدم تصدير النفط والغاز مثلا، هي أساس المشكلة؟ ليست هي أحدى المشاكل، ولكن هناك مشاكل كثيرة، توقف كثير من المنافذ، العملية التجارية بين اليمن وكثير من الدول بسبب الحرب ضعفت بشكل كبير، وكذلك استشراء الفساد يعني بكثير من أجهزة الدولة في مواقع كثيرة، وأهمها ما هو حاصل من فساد ومن جبايات خارج القانون فيما يسمى سلطة الأمر الواقع داخل صنعاء.
طيب استاذ وضاح، يعني المشكله كلما تكاثرت او توسعت كان الضحيه المواطن اليمني. ماذا بهذا الشعب ان يعيش كل هذه المعاناه؟ يعني حصار بري بحري قوي، الان العمله، لا رواتب، لا علاج، لا مياه، لا كل وسائل الحياه انتهت، يعني الشعب ميت شبه سريري. ما هو الحل امام من يتحمل المسؤوليه اولا واخيرا؟ واين موقف الحكومه الشرعيه مما يحصل لهذا البلد؟ حقيقة إن الصمود الأسطوري لهذا الشعب كبير جدا، ولكن هذا لا يعني يجعلنا نقول إلا أنه يجب أن نوجه نداء إلى كل المعنيين سواء في الحكومة أو في التحالف أو في المجتمع الدولي، إلا أن هناك شعب يكاد يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، وهي عدم توفر البنية التحتية وعدم توفر الأساسيات في الخدمات وعدم توفر الراتب، وهذا يعتقد المسألة الأكبر. المشكلة بالدرجة الأساسية يجب أن توضع لها خطط متكاملة تكون فيها يعني تبادل وتكافؤ ما بين الحكومة وما بين دول التحالف والدول المعنية بالشأن اليمني. نعم. دون وجود خطة متكاملة لانتشال اليمن من الوضع الحالي، أعتقد أن كافة الخطوات الترقيعية لن تجدو. طيب. حاصل في اليمن هي نعم. مأساة حقيقية. نعم. هذه المأساة الحقيقية لن نخرج منها إلا بخطة متكاملة، أولا تعود فيها الدولة إلى عمليتها الطبيعية وسير عملية الدولة وأجهزتها بالشكل الطبيعي، ثانيا تعود العملية الاقتصادية بشكل كبير جدا والعملية التجارية وتقديم الخدمات، وهذا لن يقوم بإصطاعة أي جهة يمنية بمفردها، ولكن أعتقد بدعم من الإقليم ومن المجتمع الدولي بشكل كبير جدا. إذن أرجو أن تبقى معي، سأعود لضيفي الأستاذ أنور. ألا يعني أحد أسباب تجويع الشعب اليمني والإمعان في ذلك وامتناع أيضا صرف الرواتب سواء من هذه الميليشيا التي تنهب كل ثرواته ومقدراته وما بما فيهم أيضا الحكومة الشرعية التي لا ندري ما هو العذر منها، ألا يؤدي هذا إلى تطويل أمد الحرب وانسياق آلاف الشباب مع هذه الجماعة التي الآن تدفق عليهم الأموال، تسرقها من جيوب البسطاء وتعطيها لما يسمى بمجهودها الحربي؟ نعم نعم أخي العزيز، الآن أنا تصلني أخبار من الحديدة أن حتى المجانين الذي كانوا موجودين في الحديدة انتهوا، لا يعد هناك أي أحد، تقوم بأخذ البسطاء، تقوم بأخذ أيضا الأمراض نفسيا، تأخذ المجانين، تأخذ كل من هو موجود على الشوارع، تقوم بإعطائه بإغراءه بالمال. أن تعرف أن أصحاب الحديدة أشخاص بسيطين جدا، ايضا مساكين جدا كثير جدا، يغروهم بالمال، يغريهم العشرة الالف او العشرين الالف، تؤثر مع بعض العائلات في الحديدة للأسف. نعم. يقوموا بإغراءهم بهذه الأموال الزهيدة بعد تجويعهم، بعد إيصالهم إلى هذه المرحلة من التجويع وبعد هذا الذل، يقوم بعدها يقوموا بإرسالهم إلى الجبهات. نعم. يصرفوا من سيكل هوائي أو دراجة هوائية ويصرفوا له العشرة الف ولا العشرين الالف ويقوموا بإرساله إلى الجبهات مباشرة. طيب اليوم ايضا ذكرت بعض الصحف عن وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات في حضرموت وغيرها تدعو الى عدم السماح بانهيار العملة المحلية، برأيك هل يعني هذه ستؤدي الى تحرك جاد من قبل الجهات المعنية والسلطات المعنية، ام ان كل يرمي باخطائه وفشله على الاخر؟ شوف الأخ الحبيب، عند الانهيار السابق عندما تجاوز سعر صرف الدولار إلى 320 ريال أو 350 ريال، قام معالي دولة رئيس الوزراء بن دغر أحمد بن دغر، الدكتور أحمد بن دغر، بهذه المعالجة عندما ذهب إلى السعودية وجاء بالوديعة. نعم. وكانت معالجة يعني ليست كاملة، تحدثنا كثيرا حول هذا الموضوع أنه لا يجب أن يكون فقط الوديعة، لا يجب أن تكون المعالجة هي فقط الوضع الوديعة، المعالجة يجب أن تكون هناك حزمة معالجات اقتصادية بالكامل ترافق هذا القرار، أو ترافق الوديعة. هذه المعالجة بماذا تتمثل إلى جانب أهمها؟ مثلا التصدير المشتقات النفطية، تصدير النفط. نعم. تصدير الغاز، أيضا معالجات هناك، أيضا تفعيل دولة الرقابة. يا أخي هناك تم تهميش دور الرقابة والمحاسبة، تم تهميش مكافحة الفساد تماما أو تم إنهائها، إن كان في المحافظات التي تقع تحت الشرعية أو في المحافظات التي تقع تحت عصابة الحوثي. بالعكس، عصابة الحوثي تريد الآن أن تقوم بإيقاف وبإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بعد أن بما يتماشى معها، لما يسهل أيضا عملها في ذلك للفساد وتزايد الفساد، سحب نقدي. هناك أيضا
كثير من العملاء الآن أو كثير من بعض المسؤولين أو التجار الذي كانوا متواجدين في عدن أو في بعض المحافظات يقوموا بتهريب أموالهم إلى صنعاء. نعم. حتى عبر الاسطوانات الغاز يقوموا بادخالها داخل اسطوانات الغاز وتلحيمها من جديد وارسال الاموال الى صنعاء. هناك تدبير ممنهج. نعم. الكل يفكر فقط في يسعى الى ليلى فقط، يعني لا يغني على ليلى، لا احد يهتم او يكترث للشعب فقط لتجميع المال لانها فرصه بالنسبه لهم. طيب اين البعض يتساءل ايضا اين تذهب الايرادات والجمارك والضرائب وهذه واماكن ووسائل الدخل هذه بالاضافه الى جانب يعني حتى بعض المحافظات او معظم المحافظات ربما 50% منها لم تصلها رواتب الحكومه. على الاقل اذا تحدثنا مثلا عن الحكومه على الاقل هناك رواتب ايضا تصرف من وقت الى اخر، وكثير ايضا من المواطنين استفادوا من المراتب حتى ممن يقعون او من هم متواجدون في المحافظات التي تقع تحت سيطره جماعه الحوثي. نعم. ولكن استفادوا ايضا الكثير منهم يذهب الى عدن باستلام رواتبه الشهريه. المشكله في من يقع تحت سيطره الحوثي هناك مليارات يتم جنيها يوميا، لماذا لا يصرف راتب المواطن هذا البسيط؟ لماذا يتم التجويع؟ يعني بالامس وصلني حديث عن احد الاخوه للاسف والله وهو يتحدث وهو يبكي عن ذلك الموضوع انه استلم راتبه استلم 10,000 ريال فقط، اصبح راتبه استلمه 10,000 ريال. نعم. ومنه ايضا تم خصم 2000 ريال كمجهود حربي واستلم 8,000 ريال عاد بها الى بيته للعيد. نعم. لكسوة أبنائه وكذا للعيد، يعني أين تذهب هذه الأموال؟ كما ذكرت أنت يعني فعلا أنت هو سؤال واضح، أيضا للشرعية لا نقصها أيضا، هناك أيضا تدهور مماثل أيضا لما يحدث في صنعاء، هناك نفس السيناريو يحدث. نعم. أيضا في المناطق المحررة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية، أين هذا كلها؟ لماذا عندما ينهار الريال هنا ينهار في هذه المناطق، عندما ينهار في صنعاء أيضا سعر أو يرتفع أسعار المشتقات النفطية ترتفع في عدن. عدن ما السبب في ارتفاع المشتقات النفطية مثلا في عدن؟ نعم سؤال وجيه سأذهب به أيضا إلى ضيفي عبر الهاتف وضاح بن بريك. أستاذ وضاح يتساءل ضيفي، يعني طالما الأزمة افتعلتها الميليشيا الحوثية في صنعاء وقامت بنهب المواطنين والبسطاء ورفعت أسعار المشتقات النفطية لتعود بها على جبهاتها المنهارة، لماذا أيضا بنفس الأسلوب يتم في محافظة عدن والمناطق المحررة؟ حقيقة هذا سؤال وجيه يطرح، ولكن قد تكون هناك عدة أسباب، يعني من أهمها أولا غياب تفعيل دور مؤسسات الدولة، يعني حاليا ظاهر أن المؤسسات المعنية بتوفير المشتقات النفطية وفي مقدمتها شركة النفط ومصافي عدن قد يكونوا نوعا ما هم محيدين عن القيام بمهامهم وواجباتهم تجاه توفير هذه المشتقات. نعم. وهذه الأسباب أدت إلى وصول أسعار المشتقات النفطية إلى هذه الأرقام التي يصعب تحملها على المواطن، والتي فعلا لا تجد عذرا لها خاصة في المناطق المحررة. طيب أستاذ وضح، في آخر ربما يعني مؤتمر عقدته الأمم المتحدة تحت مسمى دعم الشعب اليمني هنالك سمعنا عن مبالغ يعني مالية خيالية ربما وصلت إلى من 4 إلى 5 مليار دولار، أين تذهب أيضا؟ حتى الأمم المتحدة اليوم هل أصبحت تتاجر بأبناء اليمن وبقوتهم وبجوعهم وفقرهم والحرب عليها؟ أنا أستطيع أن أجزم أن أي منظمات دولية تعمل سواء مع الأمم المتحدة أو منظمات دولية تبع دول أو منظمات دولية يعني غير حكومية، في حال ما وجدت أرضية خصبة للفساد والعدم الانضباط المالي فإن المساعدات التي تقدمها لا توصل إلى واجهاتها الصحيحة. نعم. لكن في الحقيقة الأرقام هذه اللي طرحت هي أرقام كبيرة ونحن نتمنى أن تحصل عليها اليمن، وفي حقيقة الأمر عندما تتبع الأمر بخطوات دقيقة أعتقد أن كثير من هذه المبالغ إما أرسلت ببرامج معينة وهي برامج إعانة للنازحين والمضررين بشكل مباشر، أو أنها ما زالت يعني في قيد إجراءات وروتين عمل. أستاذ وضح، نحن نتحدث عن 5 مليار دولار، ربما يعني لو وصلت هذه المبالغ لأنهت الحرب ومشكلة القائمة في اليمن. يعني فعلا هو هذا الشيء كبير جدا. اعتقد انه كثير من ما يمارس من من من, من فساد ومن فلات امني ومن عدم وضوح الرؤيه اعتقد انه يجعل هذه المنظمات تتريث في تقديم هذه المساعدات في الوقت الحالي.
هل نظل أيضا نحمل المسؤولية أطراف الصراع في الداخل أم أن نحمل أيضا المسؤولية على الأمم المتحدة والتحالف؟ المسؤولية كاملة يتحملها الشعب اليمني وفي مقدمته الحكومة وكل القوى السياسية العاملة في الأرض. بالنسبة للتحالف والهكذا هم شركاء في طالما أنهم شركاء في هذه الحرب فهم كذلك شركاء في وضع اليمن بشكل عام. فالجميع يتحمل المسؤولية ولكن أعتقد في المقدمة هي الحكومة وكافة القوى السياسية العاملة في الأرض التي إلى الآن لم تستطيع أن تقدم برنامج ينهض بالمأساة اللي يعيشها شعبنا أو تقدم تصورات سواء كانت هذه التصورات يعني كحلول أولية أو كحلول نهائية للمشاكل الاقتصادية اللي نعانيها. الجانب الاقتصادي في اليمن جانب معقد جدا تتداخل فيه كثيرا من الأمور. الجانب الاقتصادي في اليمن لن يستقر وما زالت هناك حرب لاستعادة الدولة. نعم أشكرك الناشط السياسي. نعم داهما الوقت أستاذ وضاح أعتذر منك. الناشط السياسي وضاح كنت معي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك. أبدأ وقتتين معك أستاذ أنور. نتحدث الأمم المتحدة عن مليارات الدولارات لا ندري أين تذهب. الحكومة الشرعية أيضا عاجزة عن حل مشكلة الريال اليمني. مأساة المحافظات التي تقبع تحت هذه الميليشيا تنهبها كل يوم. أين مصير من يتحمل المسؤولية أيضا وما هو ذنب هذا الشعب أن يعاني كل هذه الأمراض وكل هذه البلوى التي حصلت على بلده؟ يا أخي العزيز الأمم المتحدة لا تعمل لا تصنع إلا المخيمات لا تصنع حلول أبدا. نعم. ما يقوم به الآن جريفيث هو فقط إنقاذ متواصل. ما الإحاطة التي قدمها قبل أيام حول الحوثيين تقدم يعني تحدث ذهب يتحدث فقط عن بطولاته الإعلامية ذهب يتحدث فقط عن مبادرة أحادية الجانب من قبل الحوثيين ذهب يتحدث فقط لم يتطرق لكل المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني لم يتطرق للجرائم التي يقوم بها الحوثيين لم يتطرق أبدا أيضا لكل ما يحدث من قصف أيضا حتى القصف الذي حدث قبل أيام في الحديدة الذي قبل يومين وحاولت أن تحمل عصابة الحوثيين على التحالف. كل هذه الجرائم التعذيب حرق الناس وتعذيبهم وقتلهم داخل السجون لم يتطرق لأي شيء من هذا. هذا هي فقط تصنع مخيمات تصنع لجوء تبحث عن مساعدات إنسانية لا تبحث عن حلول حقيقية للأوطان للشعوب. أيضا لا ننسى أيضا أخي العزيز الدولة القطري الآن في الإعلام القطري التي تدخل لا ننسى أيضا دخول أو عودة صحفيات بلا حدود منظمة صحفيات بلا حدود للأبتاد على التوكل كرمان التي عادت نشاطها قبل أيام وبدأت أيضا بإعطاء منح للإنجليزية منح إنجليزية أيضا تبحثها. هذا كله أيضا الآن تقوم بتربية جيل جديد أيضا توكل كرمان بدعم قطري للإعلام. قطر الآن تدير الإعلام الإيران الحوثي بالكامل تديره يدار عبر قطر. قطر والحوثيين الآن أصبحوا منظومة واحدة ويسيروا في إطار واحد. نعم. طيب سنور رسالة أخيرة في ختام هذا اللقاء توجهها لكافة القوى الوطنية التي سواء في الداخل أو في الخارج ما هو الحل برأيك؟ يا أخي أبو الحبيب الآن نحن في وضع تاريخي هناك قيادات تاريخية هناك يجب أن تقوم بدورها التاريخي للبلد. التاريخ لن يرحمها كم ما جنته خلال السنوات الماضية يكفيها أعتقد يكفيها بزيادة لأن تعيش مئات السنين هي وأبنائها وأحفادها وأحفاد أحفادهم. نعم. يكفي ما جنته حتى الآن هناك موقف تاريخي ينتظره منكم الوطن للقيام به لإنقاذ الوطن حقيقة ليس فقط من أجل جني الأموال ليس فقط من أجل الهلات الإعلامية التي يقوم بها البعض من مكان أو مكان أو زوبعات إعلامية حول ابتداعها. لا يجب أن يكون هناك حل والتخلص أيضا من هذه العصابة هذا من أهم الحلول التي يجب أن يتطرق لها الجميع ويجب أن يتحد عليها الجميع في الحقيقة وفي الواقع والقيام بهذا وليس فقط تقدم يوم وتأخر وإيقاف التوقف ليوم واحد يعود بنا إلى شهرين. نعم. للآخر فما بالك بالتوقف إلى شهر أو أسبوعين أو أسبوع هذا كلام غير صحيح أخي الحبيب. دعم أشكرك النشط السياسي الأستاذ أنور العامري كنت معي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة شكرا جزيلا لك. نعم. والشكر موصول لكم أينما كنتم إلى اللقاء.